أتساءل، النبي عليه الصلاة والسلام هل ركب البحر مرة واحدة في حياته؟ أكيد لا، يعني ده معروف كان هذا يروح عنه. رحلة الشام ما كانش فيها بحر. ما فيش بحر. وطريق للهجرة ما فيش بحر، صحراء صحيح غرقاء. صحيح. كشف العلماء حديثا على عمق 5000 متر أمواج بارتفاع 500 متر، ارتفاع الموجة 500 متر. ده عند نياجرا وفي الحاجات اللي في البرازيل. نعم، في هناك في المحيط الهادئ. وقالوا إن هذه الأمواج التي ترتفع ل500 متر تحتها ظلمات شديدة. يمكن أن نرى الفيديو طبعا لو أحببت. يعني هذا في بحر لوزان، هنا مضيق لوزان. وعندما نزلوا بالغواصات، هذه صور طبعا يعني علمية، البحث قامت به جامعة واشنطن عام 2013، وتبين أن هناك أمواجا بارتفاع ناطحات السحاب بحدود 500 إلى 600 متر، ارتفاع الموجة. وقالوا هذه الأمواج أعنف من الأمواج السطحية 10,000 مرة. يا أعنف، عنيفة جدا. نعم، يعني دي مش شوالة كهرباء، دي شوالة طاقة نووية. لا لا، عظيم. لذلك قالوا إنها المرة الأولى التي نكتشف فيها هذه الأمواج العميقة. ولدينا الآن أمواج عميقة وأمواج سطحية. القرآن العظيم ماذا قال عندما شبه أعمال أولئك الملحدين والغير المسلمين الذين يعني أعمالهم كسراب؟ ماذا قال فيهم؟ أو كظلمات في بحر اللجي. عميق، يغشاه موج من فوقه موج. انظر. إذن كلنا قرينا الآية دي وعدت علينا. سورة النور، سبحان الله. الملحد هنا تحت. أو كظلمات في بحر لجي عميق 5,000 متر يغشاه موج. هذا هو الموج، من فوقه موج، من فوقه سحاب رتب لنا. سبحان الله، كيف علم النبي عليه الصلاة والسلام أولا أن هذه الأمواج لا توجد إلا في البحار العميقة بحر اللجي، وأن هذه الأمواج موجودة وأن هناك ظلمات؟ قال إذا أخرج يده لم يكد يراها. لم يقل لا يراها، لم يكد. لماذا؟ لأن الله خلق في هذه الأعماق مخلوقات تستعين على غذائها وحياتها، تصدر الضوء. كائنات مضيئة، سبحان الله. لذلك يعني أنا أقول دائما هذه الحقائق التي نراها. أنت كم مرة قرأت قوله تعالى والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع؟ كثير. طيب دعنا نرى هذا البحر، هل تحب أن ترى؟ تفضل. نعم، مع الصوت إذا سمحت. مع الصوت لو سمحت. تفضل. هذا ده بحر يحدث في جزر هاواي. نعم، هذه حمم منصهرة تتدفق باتجاه البحر وتمتزج مع الماء، وعلى الرغم من الحرارة العالية تمتزج مع الماء. غريبة جدا جدا. نعم نعم، سبحانك يا رب. سبحان الله سبحان الله. انظر، هذا هل يستطيع إنسان أن يحدثك عن البحر المسجور؟ إيه ده؟ إيه ده؟ ده حتى التعبير يعني إيه الرعب ده؟ مرعب. إيه الرعب ده؟ انظر، ربطه بعذاب الله، إن عذاب ربك لواقع. انظر، يعني أيها الملحد، أنت ترى هذا البحر أمامك، لا تستطيع أن تقترب منه أو حتى تنظر إليه، فكيف ستتحمل عذاب الله يوم القيامة؟ والبحر المسجور أي الملتهب، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. انظر كيف تصب هذه الحمم المنصهرة، فهي لا تستطيع أن تبخر الماء، ولا يستطيع الماء أن يطفئها، على الرغم من مرور آلاف السنين، وهذا المشهد يستمر. سبحان الله.